انا محمد زكي شيف اكزيكتيف اوفيسر بتاع المجموعه سي اتش اف اي اللي بتملك تشيكن فينا. تشيكن فينا بورن 2016، تعتبر اقدم فرايد تشيكن كونسبت لوكال براند. ابتدت بفرع واحد، زادت لثلاث فروع بعد سنه سنتين، وصلنا للماتيوريتي من سنه 11 فرع. قدرت الحمد لله في شهور قليله اوصل لعدد 15 فرع اندر كونستراكشن. دلوقتي عندي اتنين كمان، فبلاند ان انا اقفل 2022 ب 17 فرع. عندنا فيري ستريتشد اوبجيكتيف اند اوف 2023 ابقى واصل ل 36 فرع، فالرقم فيري اجريسيف، يت وي ويل بي كيبل تو دو ات ان شاء الله. كارنتلي احنا 400 بلس امبلي. اكشلي هو اتس اباوت ذا كلتشر ترانسفورميشن، انه الفتره الاخيره الثلاث سنين اللي فاتوا هنقول الكرايسيس اللي حصلت عالميا ديو تو كوفيد 19 والكلام ده، الناس راحت اكتر لان هي بقت انتروفيرت في البيوت، بتتعامل اكتر من خلال الموبايل، الديجيتال لايف بقت هي الدوميننت. فبالتالي ده ودى الناس كونسبتشلي ان كل حاجه بريفيربل تو بي ديجيتايزد. لما جه السوليوشن كنا مهتمين ان احنا نبقى سابقين شويه، نفكر اسرع، الناس بعد شويه هتبقى الاهتمام بتاعها رايح لفين، والاتراكشن بوينت اوف اتراكشن ليهم ايه. وقد كان النجاح اللي حققه بارتنرشيب مع زيدا حاجه وي ار يوجوالي براود اوف، مش عشان انا قاعد معاكم بس this is the reality. الرياليتي كمان لما بتبقى مترجمه في ارقام بتنشور انها رياليتي مش مجامله. ما اقول دلوقتي ان انا on a monthly basis 20-25% of my orders جايه عن طريق الويب سايت، فهو ده بالنسبه لي النجاح. النجاح الاكبر واللي كان مفرحنا بقى على صعيد اخر انه الشير اللي دخل خدته زيده من الاجريجيتورز ومن الهوت لاين مش بس فير شير من ستاتيك فيجر، لا ده حصل كابيتالايزنج على الرقم، رقم في حد ذاته كبر ثرو اوت زيده. اي تريجرد ان ديفرنت ماركت مع ديفرنت نيو كاستمرز، قدرت اخليهم يختاروا تشيكن فيلا فيرسز الكومبيتيشن. مش عايز اقول ان الاجريجيتورز عندهم مشاكل، فالكاستمر كان ممكن يبقى بيفضل انه يستخدم الهوت لاين، هو مش عايز يقعد على الويتنج. لما بيروح للاجريجيتور سم اوف الاجريجيتورز بيكون عندهم تشالنجز في وقت الدليفري. الاوردر جاي معاه 4 5 6 اوردرز من ديفرنت يعني مطاعم تانية، فبياخد كيو ممكن يتاخر عشان ده مع اجريجيتور وانا ما عنديش كنترول على الاجريجيتور. فبقى الكاستمر مش عايز يعمل مكالمه ويقعد يطول في التليفون، وعايز ياخد يستخدم ديجيتال كونسبت وانا ما عنديش ويب سايت. لما بقى عندي ويب سايت ف this was a point of attraction. عملنا كامبينز، اهتمينا ان احنا نعرف الناس احنا بقى عندنا ويب سايت، عملنا اوفر قوي انه يقدر ياتراكت الكاستمر انه يبريفير يوزنج اور ويب سايت فيرسز اني اذر شانل بما فيهم الهوت لاين، زي ان احنا عملنا فري ديليفري فور ا لونج تيرم، وكمان الاوردر هيجري فور فري. الحاجه اللي بشهد بيها بكل مصداقيه لزيده انه سينس داي 1 هم اتعاملوا معانا up till now بقى لنا almost سنة، consistency في التعامل، في الكيرنس، في الكينس على انه ما فيش اي حاجة تتأخر تعطى، ما يبقاش في بيزنس متأثر بسببهم. you have to tell everyone at Zeta this، يعني كل layers تعاملوا شبه بعض جدا، شبه بعض في الباشن، شبه بعض في الايجرنس، ودايما ده اللي بيخليني بتكلم عنكم فعلا as a successful partner وفعلا being proud ان I've joined معاكم، انه you've never let me down. من الحاجات اللي كانت فرق الويب سايت كرييتر الاولاني وما بين زيدا العامل الزمني، انا كنت معاه بقالي 4 شهور بنشتغل على developing الويب سايت، انا زيدا مضيت النهارده بعد 3 ايام كانوا بيقولوا لي فين المنيو؟ عايزين نحط فكان بالنسبه لي الناس دي يعني بتهزر ولا ايه؟ يعني في ايه السرعه الرهيبه في الاكسكيوشن ده؟
الواقع ان انا مع التستنج فيز عملنا سوفت لونشنج نطمن انه مش هيبقى فيه تكنيكال باك اند ايرورز ولا حاجه. عملنا 50 اوردر، 50 اوردر دول اتحولوا في شهر خلاص انه بقى بيمثل ال 20% من الماركت، من الريفينيو شير اللي جاي من الدليفري.